معي وصلنا للجزء الأخير من بز سماج، وقبل ما نتوسع مع أرقام عن مبيعات المنازل بأمريكا يلي عم بتسجل أعلى مستويات من عام 2007، خلينا نرجع نتوقف مع الاقتصاد اللبناني ومع حديث خاص أجريناه مع نسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمجموعة بنك بي بلس. الاقتصاد اللبناني بيعتمد بشكل كبير على ثقة المستهلك وثقة المستثمر، وإذا بنشوف المؤشرات يلي بتعكس هالثقة منشوف انه في تراجع بثقة المستثمر، خصوصا اذا بننظر لميزان المدفوعات يلي هو سجل عجز بال 2014 للسنة الرابعة على التوالي، وبعده عم بيحقق عجز باول 3 اشهر من 2015. واذا بننظر لمؤشرات ثقة المستهلك وخصوصا مؤشر بنك بي بلس والجامعة الامريكية لثقة المستهلك بلبنان، منشوف بالرغم من تحسنه بال 2014 بسبب تحسن الوضع الأمني خصوصا بآخر 3 شهور من السنة، بعده ثالث أدنى مستوى من وقت ما بدأ نشر هالمؤشر بال 2007. فاليوم ثقة المستهلك بعدها بمستوى منخفض، والمؤشر بأول 3 شهور من 2015 بيبين انه الثقه بعدها بنفس المستوى بالرغم من التحسن، يعني بعد على ذات مستوى اخر 2014 يلي هو تطور عن 2013، ولكن 2013 كانت سنه سيئه جدا وكان المؤشر وصل لادنى مستوى له منذ 2007. فالاقتصاد اللبناني بحاجه الى صدمه ايجابيه سياسيه بامتياز لإعادة مستوى ثقة المستهلك إلى ما كانت عليه بال 2009 و 2010 يلي كانوا سنتين قياسيين. ولكن انتخاب الرئيس أو حل سياسي شامل لم يعد كافي لنرجع لمستوى النمو يلي ممكن يحققه الاقتصاد اللبناني، واللي هو اليوم يعني الإمكانيات النمو أنا برأيي حول 5% سنويا. لنقدر نوصل لهالمستوى نحن بحاجة طبعا لخطة سياسية إيجابية بتتمثل بانتخاب رئيس بتشكيل حكومة عندها صلاحية تطبق إصلاحات والاتفاق على انتخاب على قانون انتخاب جديد وخوض انتخابات نيابية جديدة، ولكن هذا كله غير كافي. اليوم المشكلة الأساسية اللي بتواجه الاقتصاد اللبناني هو الأعباء التشغيلية المرتفعة على القطاع الخاص وعلى مؤسسات القطاع الخاص والشركات. وإذا منشوف مستوى تنافسية الاقتصاد اللبناني حسب مؤشر التنافسية العالمية اللي بيصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مركز لبنان تراجع ب 24 مرتبة بثلاث سنوات فقط. وإذا مننظر لمؤشر أداء الأعمال يلي بيصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، كمان مركز لبنان تراجع بثمان مراكز بثمان مراتب بس فقط بسنتين. وهذا بيعكس الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص وكلفة الأعمال من ضعف وترهل البنى التحتية، من كلفة المعاملات الإدارية والروتين الإداري بالدولة، كلفة الكهرباء، كلفة الاتصالات المرتفعة وسوء النوعية، كلفة العمالة والمعاملات، كما أنه كلفة العقارات بلبنان. يعني الأهم من الخطة السياسية أو بذات بالتوازي مع الخطة السياسية الإيجابية، نحن بحاجة ماسة إلى تطبيق إصلاحات بنيوية بتخفض من الأعباء التشغيلية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. إذا صار خطة سياسية إيجابية ليست كافية بتنعكس إيجابيا على ثقة المستهلك، ولكن لفترة محددة لازم يتبعها أو تكون بالتوازي مع إصلاحات بنيوية، وما لازم ننطر لتصير الخطة السياسية الإيجابية، لأنه في مساحة على عكس ما العديد من الفرقاء ومن المسؤولين بيعتقدوا، في مساحة اليوم لنقدر نطبق أو نبلش نطبق بعض الإصلاحات الإدارية يلي ممكن تخفف بعض الشيء عن كاهل الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بلبنان، ولكن بالنتيجة الإصلاحات البنيوية هي أساسية. ومنعرف كلنا شو لازم يصير، يعني منه سر أنه لازم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، تحرير قطاع الاتصالات، تطوير بعض القوانين الموجودة، تطبيق بعض القوانين يلي موجودة فعليا، أو إقرار مشاريع بعض المشاريع القوانين يلي صار لها سنوات بالأدراج،
كما أنه تخفيف أعباء القطاع العام على القطاع الخاص، تخفيف حاجات الدولة للاستدانة، وقف التوظيف بدوائر ومؤسسات القطاع العام، يكون عندنا استراتيجية ذو مصداقية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذه كلها اصلاحات معروفه وحكي عنها صندوق النقد والبنك الدولي ووكالات التصنيف ومؤسسات البحث. يلي مطلوب هو اراده سياسيه لتطبيق الاصلاحات. صحيح صحيح، لانه للاسف الاصلاح بلبنان اتضح انه هو يعني نوع من كبيش سياسي. اذا احد الفرقاء طبق اصلاحات، الفريق الثاني بيعتبر هيدي خساره سياسيه، والفريق الاول بيوظفه سياسيا كمان. الحل هو يكون في إرادة سياسية جامعة لتطبيع الإصلاحات، ولكن هالإرادة السياسية مثل ما تفضلت من عم تجي من الطبقة السياسية ومن المسؤولين بالدولة، لازم تجي من خلال ضغط من القطاع الخاص اللبناني يدا بيد مع المجتمع المدني، لأنه الطبقة السياسية لحالة ما رح تقدم على تطبيق إصلاحات جذرية لعدة أسباب. المحاسبة هو أول، محاسبة المسؤولين هو أول خطبة لتطبيق هالإصلاحات، وبيبدأ من الهيئات الاقتصادية يوضعوا إيدهم بإيد المجتمع المدني ويشكلوا قوة ضغط فعلية، لأنه عندهم الإمكانيات يضغطوا إن كان من ناحية تخفيف حاجات الدولة للاستدانة أو تطبيق الإصلاحات لتخفيف الأعباء التشغيلية على مؤسسات القطاع الخاص. للأسف اليوم ما عم نشوف هالشي عم بيحصل، ولكن برجع بكرر هالمساحة موجودة للقطاع الخاص، للهيئات الاقتصادية بالتعاون مع المجتمع المدني يضغطوا فعليا على المسؤولين ليحسوا هالمسؤولين انه في حدا عم بيحاسبهم على أعمالهم أو على عدم أعمالهم. شو عم بيصير بالسوق العقارية بأمريكا؟ هل أخيرا جاوزت أمريكا الأزمة اللي ضربتها سنة 2008 مع انهيار أسعار المنازل؟ إذا نظرنا للأرقام يبدو أنه فعلا الأزمة اللي ابتدت ب 2008 اليوم انتهت، حيث ارتفعت عمليات بدء بناء المنازل الجديدة بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى بأكثر من 7 سنوات، بإشارة إلى تعافي قطاع العقارات من البداية المتراجعة بالعام الحالي. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل بنسبة 20.2% ل 1.14 مليون منزل بشهر نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى من تشرين 2007، أي الوقت يلي شهد بداية الأزمة المالية العالمية. وكان بعض المحللين توقعوا ارتفاع عمليات بناء المنازل الأمريكية ل 1.02 مليون منزل بالشهر الماضي، مقارنة بحوالي 944 ألف بأدار. وهالتحسن بقطاع العقارات هو نتيجة لقوة سوق العمل وانخفاض تكاليف الرهون العقارية لأدنى مستوى بعدة سنوات. وبهالسياق ارتفعت تصاريح بناء المنازل بالولايات المتحدة ل 1.14 مليون منزل بنيسان الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى من حزيران 2008. نوصل لخبرنا الأخير بحلقة اليوم من بزنس ماك، حيث كشفت بيانات رسمية أن الصين عادت لتتصدر قائمة الدول الدائنة بالولايات المتحدة خلال شهر أدار الماضي. وأعلنت وزارة الخزينة الأمريكية أن الصين استحوذت على سندات أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار أمريكي بأدار الماضي، مقابل 1.22 تريليون بشباط. وهيك سجلت أعلى مستوى من أيلول، بحين احتلت اليابان المرتبة الثانية بالقائمة بحوالي 1.23 تريليون دولار مقابل 1.22 تريليون بشباط الماضي. وأجت بلجيكا بالمركز الثالث بإجمالي أدوات دين أمريكية بلغت قيمتها 253 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بحوالي 92.5 مليار دولار بأدار. بزنس ماج لليوم انتهى، بشوفكم بنفس الوقت الأسبوع المقبل. أرقام عن أرقام تفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. باي.